شعر جفان غالبا ولداني صار ساعتين ثلاثة ولداني تحت الأنقاض البنت من حسب البرود يعني ولداني ثلاث ساعات يعني تقريبا ولداني على الساعة 12 الظهر ولداني تلقوها تحت الأنقاض هاي البنت عائلتها كلها متوفية وصلتنا عن طريق جارتها كارثة بمعنى الكلمة كنا ننظف احنا من الساعة 4 لحد الساعة 3 او 2:30 طلعت الوالدة بعدين سمعنا صوت فكرنا الاب حدا طيب ولا طلعت بنت مولودة اثناء الزلزال اثناء الحادثة احنا قطعنا حبل السر وتم اسعافها للمشفى وسبع اشخاص من عائلة واحدة كاملة الاب والام والاولاد كلهم وما عدا البنت اللي انولدت أثناء الحادثة.